للمنتخب يعتبرها زي ما فيها جزء يعني هبه. صحيح في اداء وفعلا نثني على الرجل، لكن انت والله قلت انت قلت والله حاجه مهمه قوي. ما شفتش اداء، لا انت قلت سيراليون في اداء، في اداء للبعض خالد، لكن لبعض انت قلت حاجه مهمه انه ده رغم كل ده قد يكون جرس انذار في كثير يحتاج طبعا تعديل. ولكن جرس الانذار تقصد في ايه؟ في الامم الافريقيه ولا اذا كنت بتتكلم عن تصفيات كاس العالم فاحنا لسه قدامنا سنه. لا 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 الامم الافريقيه طبعا الامم الافريقيه انت هتقابل مستويات اعلى من كده بكتير طبعا، وهتلاقي ولكن انت دايما انت تعلم مثلا ايمن انه في مثل هذه الامور زي ما الاستاذ خالد هو بيتكلم انه احنا دايما مصر بيبقى عندنا بعض المشاكل في سيراليون وفي فرق، بلاش نتكلم على اسماء معينه ولكن فرق اقل منك تصنيفا، ولكن في النهايه في مثل هذه البطولات المجمعه امم افريقيا والكلام ده الامر بيختلف تماما. بالعكس احنا بنعمل اداء عمرنا ما كنا توقعنا. فاكر 98 ما كناش رايحين اصلا. الكابتن جوهري لما طلع استاذ عصام قال ايه؟ انت موجود. انا كنت 13 احنا 13 خدت البطوله، وبالتالي البطولات المجمعه هي الافضل دائما لمنتخب مصر. على يعني كلام الاستاذ خالد مظبوط، ولكن على الجانب الاخر عندما ترى بالنسبه لتصفيات كاس العالم احنا لسه قدامنا سنه، محدش عارف ايه اللي هيحصل فيها ومين هيكمل ومين مش هيكمل. الامم الافريقيه خلاص على الابواب، لكن الامم الافريقيه يمكن شهر ولا شهر وشويه. اكيد يعني انا ممكن اختلف شويه مع خالد في فكره انت لازم تختلف، انت في الجانب الاخر انا في الجانب الغير جرافطه بس الثلاثه عليك. الفكره كلها ان طبيعي جدا ان احنا لازم في وقت من الاوقات نلعب منتخبات ضعيفه ونبقى بنكتسحها، حتى لو بنكتسحها باقل المجهود ده طبيعي. يعني النهارده مثلا هل فرنسا على طول في التصفيات بتلاعب المانيا وانجلترا؟ بيلعبوا النهارده في التصفيات جبل طارق بيكسبوا 14 والحياه تدخل على سيراليون رقم يا عيني. ادخل على سيراليون رقم ماشي رقم كبير يعني ده رقم تاريخي، اول فريق في التصفيات الاوروبيه بتاع يورو يكسب 14-0 بالطريقه دي، كان في قبل كده نتيجه 12 او حاجه كده يعني. فالنهارده احنا حتى سيراليون ممكن ما نكونش افضل حاجه، ولكن انت حاولت بتلعب على قد امكانيات المباراه. ما هو ده انا وجهه نظري. لا لا انا اختلف.